بعد إعلانه عن بدء التسجيل على إجازة العيد للسوريين المقيمين في تركيا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، بدأ معبر السلامة السوري باستقبال الراغبين بقضاء الإجازة داخل الأراضي السورية. بداية الأمر أول يوم أكيد سوف يكون الازدحام قليل، كون رابط الحجز البارحة حتى الساعة الواحدة لم يفتح، بالتالي القادمين من الولايات البعيدة لن يصلوا إلا القادمين من الولايات القريبة، لذلك حاليا يوجد حوالي 1200 شخص فقط ضمن الخيام التركية. يتوقع أن يصل عدد الداخلين من معبر السلامة الحدودي 25,000 شخص تقريبا، وهو العدد الذي سمح به الجانب التركي بسبب أعمال الصيانة في المعبر. تأتي من وزارة الداخلية التركي قرار الزيارات، وهم من يحددوا الأعداد. لدينا 3 ملايين 4 ملايين سوري، يعني قد من فتحوا الحجز ما بدي خدي أعداد السوريين، يعني لدينا 4 ملايين فتحوا السيستم ل30 ل40 ل50 ألف 100 ألف، يعني أكيد ناس ما راح تحسين تجي. أعداد قليلة فقط من الراغبين بالقدوم استطاعت التسجيل على الموقع الإلكتروني وأخذت فرصة الدخول بعد غياب لفترة طويلة عن سوريا. والله إجراءات الدخول كانت كتير سهلة، بس إجراءات الحجز للإجازة العيد كان شوي الرابط فيه عليه ضغط كتير وكانت أمور صعبة، بس إجراءات الدخول كان بالمعبر السوري الله يعطيه العافية ولا بالمعبر التركي الله يجزيه الخير كانت سهلة كتير وميسرة. والله الحمد لله، بس شوي تعذبنا فيها مشان الحجز والله، بس الحمد لله حجزنا بخير وهلأ رايحين على بلدنا. عند هذه النقطة تنتهي إجراءات المسجلين على إجازة العيد والقادمين من الجانب التركي، ومعها تبدأ إجازتهم داخل الأراضي السورية مع الأهل والأقارب والأصدقاء، حاملين مع حقائبهم وأغراضهم تفاؤلا وأملا بمستقبل أفضل لبلدهم سوريا. هريطتين تلفزيون سوريا من معبر باب السلامة، ريف حلب الشمالي.